الدنيا ما عاد كيعاد لحتى شي حد، وحتى شي حد ما يقدر يضمن راسو شنو يقدر يوقع ليه غدا، ولكن الانسان على الاقل يقدر يحمي روحه من طريق العوجه بالايمان بالاذكار ويشد في يد مولانا واخا وسط الظلام. حيت بعض المرات كنقدروا اننا نزلقوا شي زلقات وسط الظلام ديالنا اللي تيخليونا اننا نبقاو نادمين عليهم حياتنا كامله، واخا يجي العوض واخا نتوبوا واخا نبداو حياه جديده. الليله يسرى غادي تحكي لنا تماما تجربتها المطابقه مع هادشي اللي قلت لكم، ما تمشيو فين وبقاو معايا باش تسمعوا حكايتها. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار كيف العاده راه الدار داك. خليني ما نطولش عليكم اكثر لانه عندنا حكايه اليوم غادي نستافدوا فيها بزاف 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 بزاف، خصوصا المراهقات الطائشات، موضوع اللي تيهم الجميع. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما تكلفكم حتى شي مجهود، ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا كنزه، انسانه اللي تربيت وسط عائله ما عندهاش وما خصهاش. تربيت وسط والديا وخوتي اللي كنت انا هي الكبيره ما بيناتهم، وكانت معنا جداتي اللي هي مت بابا، هو اللي كان خدام بوحدو في الدار، وانا كنت نحس بالمسؤوليه، تنحس بلي انه كيخصني نعاون دارنا وخوتي بحكم انه الوليد ما كانش كيوفر لخوتي داكشي اللي باغيين ولا حتى ليا، لانه ببساطه الخدمه ديالو عيانه وكيحاول انه يوفر شي بركه لا شي حد فينا شي نهار غادي يمرض. الوالده ديالي مسكينه كانت كترز مره وكتعاون الوقت باش انها توفر لينا حتى حنايا شنو بغينا او شنو بغاو خوتي، وحنايا فاش كنا كنطلبوا الاب ديالنا على شي حاجه كان مزير معانا، واخا هكاك كبرنا ولله الحمد. وانا تنكبر كيف قلت لكم تنحس بالمسؤوليه وباغا نعيش واحد العيشه اللي هي احسن من اللي كنت فيها. ديما كنت هزه المسؤوليه ديال الوالد لانه تنقول راه كبر في العمر وخص اللي يعاونو. كنا عايشين في وسط واحد الحي اللي هو شعبي، ديما نايض فيه الصداع والمشاكل، وما كنتش باغا انهم خوتي يتلاحوا شي طريق ديال التشمكير ولا تولي فيهم شي بليه. بغيتهم انهم يكونوا قاريين وواعيين ونخرجوا من داك الحي شي نهار. غادي نعيش واحد الطفوله اللي هي عاديه، تنمشي وتنجي من المدرسه، وكنت كنلقى الوالده كتسنانه واخا كانوا المشاكل ما بين والديا اللي كتوصل لدرجه الضرب من طرف الاب ديالي، لدرجه انهم كانوا ديما الجيران تيدخلوا انهم يفكوا. جدتي هي كانت السبب في انها كتنوض صداع ما بيناتهم، فاش كيجي بابا كتقول ليه ولادك شنو داروا وشنو داروا، وهو كان تيمشي عند ماما وتيقول ليها ولادك راك فشتيهم خرجتي عليهم، كتخليهم يغوتوا على امي. المهم من بعد كبرنا هادشي ما بقاش، ولكن انا استغليت الوقت وبديت كنقرا وكنبيع شي منتوجات نتاع الكوزميتيك في نفس الوقت باش انني نوفر لراسي شنو بغيت لخوتي، بحكم انني ما كنتش كنقنع باي حاجه، خاصني ديما نكون انيقه واللي خرجات في السوق ديك الساعه انا الاولى كان خصني نلبسها. ما كنتش كنبغي انه شي حد يشوفني قل منه باش ما يحتقرونيش. فاش كنت كنقرا كنت كنميل للحوايج ديال الدراري بزاف، لانه ديك القوه ديالي كنت كنبينها في المظهر، لدرجه انه ما كنتش كندير مكياج بحال البنات، كنت نشارك في الكره وكنلبس تونيات وكنت نعاشر الدراري كثر اللي كانوا كيعاودوا لي على البنات وشنو كانوا كيديروا ليهم. انا كنت كنزيد انا ذاك نحقد ونقول بلي انه ما خاص حتى شي حد يتفلى عليا، وكنزيد نخبي الانوثه ديالي لدرجه انه كانوا معظم البنات كيخافوا مني لانني كنت قبيحه او كنت كنبين لهم بلي انني قبيحه. غادي ندوز الاعدادي اللي كنت نقرا فيها مزيان وكنت كنتقاتل باش انني نقرا لانه كانت عزيزه عليا القرايه وكنت باغا نوصل. اذا جاب الله جبت قل من المعدل ديال 17 كان تيبقى فيا الحال، لكن فاش طلعت للثانوي هنا فين غادي يبدا التغيير ديال اللباس ديالي وغادي تبدا تتبان البساله ديالي والقباحه. طلعوا معايا شي بنات ديال الحي ديالنا وتجمعنا ولينا كنديروا البساله، وحنا هما دوك البنات اللي كتعرفوهم في واحد القسم اللي كانوا تيطيروا وتيترطاو، واذا خرجت الاستاذه شي وحده فيهم من تما فكلشي كيخرج مع ديك وحده من الفريق ديالنا. هنا في بدات القباحه ديالي وبديت كنحس براسي اكثر قوه. داك العام غادي نسقطو كاملنا بدون استثناء لانه ما كناش كنقراو ببساطه. في العام الثاني اللي عاودت حاولت باش انا نجمع راسي ونجحت وطلعت للسيزيام، وتما فين غادي نتعرف على واحد الشخص اللي كانت في عمره 29 سنه، وانا نذاك كانت عندي ما بين 18 19 سنه. غادي نبقى معاه لمده عام. في الاول كنا غير تنهضروا وعادي كيدخلني بواحد الدخله بحكم انه عنده تجارب وانا لا، خصوصا في هذا الباب ديال العلاقات. المهم كان كيدوي ليا والمكالمه اللي واخا ندخل القسم ما كانش خاصها تقطع نهائيا، كان مسيطر عليا بزاف وكيصوني وكيقطع وقت ما هو بغى. المهم غادي تطول العلاقه ديالنا
وتعلقت به واللي قالها تنقول لي عليها اه. غادي يقول لي بلي انه غادي نجي نخطبك، فعلا جا ومن بعدا كان كيجي عندي، وكنت كندير انا وياه شي حوايج اللي ما خصهمش انهم يداروا بحكم انه كانوا مغمضين لي عيني به هو. من موراها تزوجنا وكانت دارهم في العروبيه، ولكن هو خدام في مدينه اللي هي كبيره. قال لي بلي انه كنزه غادي تسكني مع العائله ديالي، وغير غادي تيسر الامور ديالنا غادي تحولي عندي باش اننا نسكنوا مجموعين ونكونوا العائله ديالنا. فبحكم انني ساكنه في المدينه وهو في العروبيه، فكان بالنسبه ليا واحد التغيير اللي هو خايب، وانا من دوك النوع ديال البنات اللي ما عارفاش المسؤوليه. الوالده ديالي كانت هزه عليا كلشي، ما كانش كتعلمني داكشي ديال البنات. المهم تزوجت، واخا دارنا ما كانوش باغيين انني نمشي من المدينه للعروبيه، وبقاو عليا خصك تكملي قرايتك كنزه. عائلتي كلها لا الصغيره ولا الكبيره ما كانوش باغيني انني نتزوج في داك السن، ولكن انا قلت لهم بلي انه اذا ماشي هذا الشخص اللي غنتزوج به انا غادي ندير فراسي شي فضيحه. ملي شافوني بلي انني حكرت ومشى الامر بعيد عندي خلاوني. وحتى هو دارهم كانوا ما بغاوش ليه بنت المدينه، وقالوا لي بلي انه راه ما غاديش تصبر لك معنا هنايا. وهو قال لهم هي اللي بغيت كنزه هي انا، فغادي نتزوج به. ودرت العرس في دارنا ومشيت لعندهم، وعاودوا عرس واحد اخر، وماما بدات كتسولني واش متاكده كنزه باغا تبقاي هنا عند عجوزتك، حيت لقينا بلي انا الدار مبنيه غير بالتراب والطواليط عزكم الله بعيده، ومع حيتاش عيني كانوا معميين بالحب قلت لهم انا هذا هو اللي باغاه، باغا نعيش معاه كلشي. علما انه قبل ما نتزوج به كان تيجيني الخبر بلي انه ديما كان تيخرج مع الناس وما كنتش تنتيق، واللي كان يقول لي تنقول لي عليها اه، ونهار كيتخاصم معايا كان بغي نموت، وكان بقى كنصوني عليه وما تيجاوبش. وحيتاش كان عارفني بلي انني طايحه فيه كان قاصح معايا وما تيبينش ليا الحب ديالو. المهم تزوجت به وكان تيبقى معايا شويه وكيمشي يرجع للخدمه في المدينه. انا ذاك بقى كنعقل فاش جات الشتا كان كيقطر عليا البيت، وكنت نقولها ليه وما كانش كيتسوق، واذا ما جاوبتوش في التليفون كان تيخرج فيا عينيه علاش ما كتجاوبيش. وانا كنت صابره وكنت كنلبس وكنت قاد وتغيرت وما بقيتش داك الذكر، وخرجت الانوثه ديالي. فاش خطبني مازال وليت كنتعلم كيفاش نكون انثى معاه. انا كنت انسانه بشهاده المقربين زوينه ونقيه، وشحال من واحد تقرب ليا لكن كنت كنرفض، ولكن هو عرف كيفاش يشدني. المهم 6 شهور وهو دائما نفس القضيه، تيمشي وتيجي وتيجلس معايا سيمانه وكيمشي. المهم ما كناش كنتلاقاو بزاف نهائيا، حتى لراس العام غادي يجي وغادي يدينا لواحد المدينه انا وهو وعمته وراجلها ولدهم الصغير. مشينا درنا تما، وهو كان هاز التليفون ديالو بزاف وغير تيجمع، لدرجه انه ساعتين مزديه غير ديال الهضره شاد جماعه. انا برصاتني ديك القضيه عادي، تعييت ما ندوي مع عمته وكاع المواضيع جبتهم معاها، وضحكنا ونشطنا غير باش نتلف داك الوقت، حتى كندور وكنلقى بلي انا والسيد باقي مازال تيدوي. تنشير ليه غير من بعيد حيتاش كان بعاد علينا وما كناش كنسمعوا شنو تيقول، وتيبدا تيقول لنا غير بلاتي. المهم مشينا عند واحد الناس في ديك المدينه، السيد كان حط التليفون ديالو باش انه يتشارجا، وكل شويه كيرجع كيطلع ليه وكيجاوب، وحضيه ما وصلته غير شي حاجه. انا ديك الليله مرضت وتعصبت وضراتني كرشي بزاف، وبديك الدوران جاتني الحكه في الجسد ديالي، فبقيت فايقه ديك الليله كامله غير بالتفكير. حتى صباح الصباح فقنا باش اننا نمشيو، وقالت لي عمتو يلا نمشيو نشريو شي حاجه دي سوفينير من هنا من المدينه باش نتذكروها، حتى غادي نقز وغادي يقول لي حتى انا غادي نمشي نشوف واحد صاحبي راه كاينيت في السبيطار مجبد تما ونجي. انا غادي نقول ليه لا ما غاديش تمشي، حيت شكيت في الامر. قلت ليه جينا كاملين غادي نرجعوا كاملين، فبديت انا وياه كنتغاوتو، وهيت الواليه رجلي وتقطعت ليا الصنداله اللي كنت لابسه، وغادي نقول ليه صافي اذا بغيتي تمشي انت غير سير. مشاو انا غادي ندوي مع عمتو، قلت لها شوفي انا ما تليتش قاده نتمشى، وعطيت ليها الفلوس وقلت لها خدي لي داكشي اللي غادي تاخدي انتيا. رجعت انا ولدها الصغير للطوموبيل حتى كنشوف السيد فرحان وعجبو الحال غادي يحل لي الطوموبيل، وقلت ليه شفتك فرحان؟ قال لي لا والو والو. دخلنا وكان فيه واحد الورود معايا اللي ما يمكنش. ديك الساعه مشينا ندوزو عند اختو باش نجيبو امو، وهي طلب منه انه يديها لافارماسي، داها لكن سبحان الله ربي لا بغى يفتح شي حد بلا ما ديري شي مجهود. فاش هبط نسى التليفون ديالو، انا هزيتو باش نصوني غير على ماما نسول فيها لانه كان عنده لابورمو. في هذه اللحظه غادي يوصلو ميساج فيه كي وصلتي يا حبيبي، وانا تنشوف السميه نتاع الولد ولكن كلام نتاع بنت ما يقدرش يقولو بطبيعه الحال شي راجل. دخلت ولقيت ديك الكونفرساسيون ولا ديك الجماعه كامله مسوحه من غير هضره اللي كانت قليله ديال فين وصلتي، الله يوصلك على خير يا حبيبي، وكلمات ديال الحب. انا غادي نهز ديك النمره ديال ديك البنت وسجلتها عندي، حتى وقف عليا ولقى تليفونه في يديا غوت عليا
وشدوا مني بالزربه وغادي يغوت علي وغادي يقول لي اش داك تهزي لي تليفوني تشاورتي معايا. قلت لي لا لا راه بغيت غير نعيط لماما. درت كانه ما كاين والو. مشينا ولكن في ديك اللحظه ما بقيتش حامله، كرهته لواحد الدرجه ما يمكنش ليكم تخيلوها. رجع لخدمته وصونيت لديك النمره غادي ندوي معاها وعاودت لي كل شيء. قالت لي اه هو راه الخليل ديالي وراه ديما كيجيب لي الهدايا. انا صراحه ما قلتش لها بلي انا مزوجه به، حد قلت لها راه حنا غير مخطوبين وعافاك عاونيني وحتى راسك بلاصتي، راني بغيت غير نعرف انا مع من قبل ما ندم. وهنا غادي تبعوا لي بكاع داكشي اللي ما كنتش كنتسناه. غادي ندورها مزيان في راسي وقلت بما انه ما عندي حتى شي دليل عليه وحتى شي حد ما غادي يقني عليه اجي نعاود نتصل بهاد الخليله ديالو. قلت لها الو فلانه سمحي لي راني كذبت عليك في سميتي في الاول وقلت لك بلي انني فلانه. صراحتها وكانت ظريفه صراحه معايا، تعاونات معايا لانه كانت هي مازال كتقرا وكانت في علاقه معاه لانه كانت يقول لها بلي انه انا ما مزوجش. قلت لها راه مزوج بيا وكيضحك عليا وها شنو كاين، عافاك هضري معاه وسجلي دابا المكالمه ما بينكم ما بينه وصيفطيها لي نحتفظ بها. فعلا البنت دارت معايا هاد البليزير وسجلاته تيقول ليها بلي انا ما مزوجش وغادي نصيفط لك الفلوس وغادي تجي لعندي. المهم جميع المعلومات اللي تاكدت تهم عليه هي صيفطات لي داكشي كدليل. شكرتها وقلت لها عليك امانة الله حتى شي حاجه ما غادي تاديك. قالت لي بلي انه داك السيد ما يصلحش ليك راه زهواني وانا عارفه هادشي. مشات. المهم علينا انا كنتصل به ما كيجاوبنيش حتى كيقولها ليه راسو، واذا هو عيط وانا ما جاوبش كان كيعاقبني او لا ما يدويش معايا. المهم كان هاملني وكيتعامل معايا بالقسوحيه وانا كنت بحال شي بهيمه عزكم الله تنقول ليه غير اه وصبر على الدل والقهره على الغوات ديال امو والعيشه اللي كنت وسط منها. من المدرسه لقيت راسي في عروبيه ما كاين فين نخرج فين نمشي، ما كيعطيني فلوس ولا يخلي ليا ريال، باع ليا الوهم في هاد الزواج. المهم كنت معاه مكرفصه فاش بديت كنعيط ليه وما تيجاوبش. هنا اضطريت باش انني نعيط لوحده من خواتاته وغادي نقول ليها بلي انه قولي لخوك عافاك دابا يدوي معايا حيت انا صافي راني بغيت الطلاق. وعلاش باغا تطلق كنزه؟ خوك تيخوني اختي. خويا لا ما يمكنش. فاش قالت لي ما يمكنش غادي نسمعها الاوديوهات اللي صيفطاتوني ديك الخليله ديالو. وهنا تاكدت بلي انه فعلا كاين داك الشيء وهي تقول لي صافي غادي ندوي ليه باش انه يدوي ليك. وتفاهموا دواليا غير قال لي الو بقيت كنعاير فيه وكنسب وما عرفش منين خرجوا دوك الهضور كاملهم. المهم سبيتو لانه كنت هازه على قلبي وقطعت عليه ما بقيتش باغا نجاوبو ما حملتوش. فبدات اختو كتعيط ليا وكتقول لي غير جاوبيه وغير هضروا بعدا في الموضوع. لا صافي فلانه اللي بيني وبينه سالا وتلاقي وصلني لكن هو الاول يجي يديني لدارنا. صونات لي اختو الاخرى باش تقول لي عاقبيه ديري اللي بغيتي غير ما تطلقيش. انا حقدت عليه وفي نفس النهار كنتصل بماما باش انني نخوي عليها قلبي حتى كنلقاهم يلاه مسافرين لواحد البلاصه اللي فيها والديها. سولتها مالكم ليش غاديين من دابا مبكرين؟ لا راه ولد خالك مات وداك ولد خالي انا كنت نعرفه يلا تيقرا مازال مسكين في التحضيري. فاش قالت لي ماما الخبار فشلت لانه كان قالت لي خارج من المدرسه في داك النهار الاخر ديال العطله وضربته الطوموبيل ومات. الصدمه نتاع الخيانه مع نتاع ولد خالي بها طحت فشلت وما بقيتش قاده. مو با شافوني في ديك الحاله تيسولوني مالك ما بقيتش قاده نهضر لدرجه انه ما خرجاتش ليا ديك راه مات ولد خالي غير بزز اللي الكل وانا تنبكي ما قديتش الناس. لغد ليه اللي جا من عائلته تيشوفني عينيا منفوخين وحمرين كتقول لهم عجوزتي اه لا راه مات لها غير ولد خالها. فبقيت على داك الحال حتى فكرت مزيان دويت لبابا وقلت لي بغيت نجيب حالي. حاول انه يرد لي عقلي وقال لي صبري حتى يجيبك هو اذا كنتي انت باغا تطلقي باش يكونوا واحد الاجراءات قانونيه. انا صبرت وجلس حتى جابني ومن بعد صيفط ليه بيناتنا المحكمه وحيدت ديك النمره ديالو. بدا كيصوني ليا قبل لانه تليفوني ما خدامش غادي نوضي صوني مباشره لماما وما خليتوش انه يدوي معايا. وهنا عرف راسو بشنو دار وفهم وعاد هو فاش درك بلي انه غادي يفقدني بدا كيجيب الناس وكيطلب باش انه نرجع ليه. ولكن انا كنت مصر على القرار ديالي وحيتاش فعلا ما بقيت كنحس بوالو من جهته وداك الحب كله تحول لكره. من بعد دوا معايا دارنا وقالوا لي حشومه يبقى غادي جاي وكيجيب معاه زعما راه ناس كبار الله يسامح شرطي عليه شروط. هما ما بزوش عليا ولكن غير اقترحوا عليا. انا صافي قلت غادي نرجع لكن بشرط واخا ما كنتش مرتاحه لذاك الرجوع قلت غادي نعطي فرصه. رجعت وقلت ليه بلي انه انا ما غاديش نسكن مع داركم غادي نسكن معاك انت حيتاش ما بقيتش كنثق فيك. قال لي صافي ماشي مشكل انا غادي نديك معايا. على هذا الاساس بدينا كنوجدوا في حوايجنا وقال لي بلي انه ما نقولوا لمو حتى شي حاجه
تنوجدوا راسنا، لانه عارف دارهم ما غاديش يبغيو وغادي يوقفوا لنا في الطريق. مو بحال حسات وعرفات، فاش بقات شي ايام قلناها ليهم، وهنا مو بدات كتحط لي المجامر تحت بيت الناس، وكانت كتخنقني ديك الريحه، وكنت كنخرج مباشره من البيت. انا ما كنتش فاهمه شنو كاين داك الشيء، حتى قلتها لماما قالت لي هزي حوايجك واجي، حيت هاد الناس بغاو يحمقوك. انا عارفه كيفاش اصلا هما كيتعاملوا مع ولدهم، بحكم انني عشت معهم مده. ما مشينا للصالون نديروا الكوتي، وكنا يلا تغدينا. من بعد وجدت لينا اتاي، ومن داك الغداء اللي دارت خدات واحد الحيمه في الخبز وقالت لي هاك هادي ليك حتى تاكلها من بعد. وهاد القضيه صراحه انا شكيت فيها وعمرها ما دات، وانا حسيت باللي انه شي حاجه كاينه في داك الخبز، ماشي ديري ليه صراحه شي حاجه باش ياذي، ولكن باش انه ما يمشيش معايا او يكرهني او يبعد عليا. حيت السيد كان مصر اننا نمشيو بزوج، وجمعنا حوايجنا وعيطنا على الطوموبيل اللي غادي تهز لينا داك الحوايج، حتى جا تيبكي عليا وكيتحنى لي على رجليا وتيطلبني ويقول لي العار لما ما تفرقيش عليا، انا ما نقدرش نديك حيت والديا راه ما بغاوش وسخطوا عليا وعافاك ما تخلينيش، ولا بغيتي انا نبني لك دابا شي حاجه ديالك بوحدك. تصدمت، قلت لي لا ولد الناس، حيت انا ما بقيتش قاده. بما انني شفت شنو طرا ودوك المجامر فوليت خايفه على راسي، حيت والدي عندهم غير هو وربعه ديال الخواتات، فانا خفت. حوايجي اللي جمعت انا وياه صدقت خديتهم ومشيت لدارنا، جا معايا حتى هو دوى مع بابا وقال لي ما بغاتش تصبر معايا دويو معاها. قال لي بابا انا ما عندي فين نهضر، النهار الاول نتوما اللي بغيتوا بعضياتكم، انا ما غاديش نبزز عليها دابا. انا اكدت ليه بلي انه اللي بيناتنا راه ساهله، وبدينا اجراءات نتاع الطلاق. في كل جلسه كان تيجي كيدوي معايا حتى فقد الامال وطلقت. وهنا فين غادي تبدا قصه جديده من حياتي. طلقت وبديت كنقلب على الخدامي، وكل مره شنو كنت كنخدم وغير في مدينتي، لكن انا ذاك كانت النفسيه ديالي مدمره، حيت كل ما خرجت كلشي كان كيسولني علاش طلقتي، شنو درتي، شنو واقع. انا جاني الارهاق وما تنعش، حاولت انني نعالج راسي براسي ونعالج نفسيتي بوحدي، فمشيت كنشري الدوايات نتاع فتح الشهيه باش انهم يرخيوني، لعل وعسى انني نعس لانه ضعفيت وكحاليت وليت حالتي والنعمه ما كدوش ليا. وسط هاد الظروف درت باك ليبر ونجحت فيه وبديت كندير دبلومات. من بعد غادي نلقى واحد الخدمه في مدينه واحده اخرى اللي غادي نتحول ليها، وسكنت فيها وبديت كنسى اولا كنتناسى. بعدت وارتحيت وارتحت النفسيه ديالي، وبما انهم كانوا كيعطوني سيمانه فكنت كنشوف فيها دارنا مره في الشهر. بقيت مع ديك الخدمه وانتقلت لمدينه واحده اخرى، بقيت جالسه فيها، وهنا غادي نتعرف على بنات ودراري جداد، درت علاقات حتى جاتني فرصه انني نمشي لدوله الخليج على اساس خدمه، انني نخدم محاسبه في واحد الريستو. هنا غادي تقلب لي حياتي لواحد العالم اللي ما كنتش كنتسناه. المهم وافقت، وكان خاصني انني ندفع زوج ديال المليون باش انني نمشي مع التدخل ديال زوج ديال الدراري اللي كنت كنعرفهم اللي مشاو من قبل مني، وهما اللي غادي يعرفوني على داك السيد. المهم كان عندي واحد الموتور غادي نبيعه وغادي نزيد عليه، وتسلفت وغادي نصيفط لداك السيد اللي غادي يتكلف ليا مليون حتى نزيدو من بعد فاش نتاكد باللي انه انا خدمت في داكشي اللي بغيت. هو غادي يوعدني بواحد التاريخ اللي غادي تعطل ليا فيه باش انه يصيفط ليا الفيزا والبيي، لدرجه انه داز رمضان والعيد وقلت صافي هاد خينا راه نصب عليا. كنت كنعيط على دوك الدراري الاصدقاء ديالي باش انني نتشكى عليهم، غادي دويو مع داك السيد وهنا غادي يصيفط ليا الفيزا والبيي ومشيت. فاش مشيت داك السيد غادي يكري لي 15 يوم في واحد البيت فوسط واحد الدار اللي كل بيت كانوا فيه ثلاثه ديال البنات. تلاقيت بمغربيه تما وجلست معاهم وبديت نتسناه انه يعيط لي نخدم. كل نهار كنت كندوي مع دوك الدراري باش يفكروا. فهاد الوقت نتاع الانتظار كنت كنخرج مع دوك البنات اللي كانوا كيسهروا وكيدبروا على ريوسهم، راكم عارفين باش من طريقه. واحد البنت منهم فاش كتشوفني تنخرج معاها كانوا ديما كيجيوها الهميزات نتاع انه الخمر كيجيها فابور، وبالنسبه ليها كان داكشي شي حاجه اللي هي مخيره. وانا ما نكذبش عليكم كنت مجربه الخمر في المغرب، لانه من بعد تلاقي كنت تعرفت على واحد الشاب اللي كان موعدني بالزواج، هو اللي علمني انني نشرب، وبقيت معاه في علاقه اللي كانت متقطعه. من بعد ما جيت لدوله الخليج ما كنتش كندوي معاه بزاف باش انه ما يعرفش شنو كندير. انا في الاول خرجت مع هاد البنات غير باش انني ندور، لكن هاد السيده من بعد بدات كتستغلني وسالوا لي الفلوس، واضطريت باش انني نخرج معاهم باش ندبر على بريكولات. فهاد المرحله اللي كنت كنخرج فيها كانت تنبني ضميري، جلست شهرين بلا والو رجعت فحالي المغرب، لانه الاخر كان كيتفلى عليا وما جابش لي الخدمه، والكره كان مخلصوا ليا هو غير 15 يوم، وكان خاصني باش انني ناكل ونكري ونقطع البيه ديال الرجوع، وانا ما جايباش معايا فلوس، او بالاحرى تسالاو ليا دوك الفلوس. حتى من ديك المليون اللي كنت ناويه انني نجمعه ونعطيه عرفت بلي انه غير ناصب عليا، لانه داكشي كله ما غاديش يتقام عليا بداك الثمن.
من بعد فاش رجعت المغرب ما لقيتش خدمه واضطريت عاوتاني نرجع للخليج لنفس المدينه ونفس البلاصه. فبديت كنخرج مع البنات هاد المره وكنسهروا، ولات كدور عندي فلوس اللي هي صحيحه في يديا، ودقت الفلوس ولفت جيبي انه يكون عامر، وكنت كنتهلا في دارنا وفي خوتي، واللي بطبيعه الحال ما كانوش عارفين الحقيقه نتاع شنو كنت كندير. تلاقيت بواحد السيد قال لي غادي تخدمي في الحلاقه، وفاش مشيت لقيت الدعاره وماشي الحلاقه، لقيت عائله اللي فيها مراه وراجل وليداتهم، ومعاهم هذاك اللي جداني اللي هو الصديق ديالهم واللي عندهم صالون ديال الرجال. ولكن انا ما كنتش غادي نخدم في الصالون، كنت كنخدم في الدعاره، حتى كانت تفاجئ باللي انه مرتو داتني الصالون قدتني وصوبتني وظهرت بيا. وصل الليل لبستني وخرجتني، وتما بديت كنشوف ملاهي اللي هما كبار، عالم عمر يمكن شي حد حكى لكم في هذه حكايتي، وناس نتاع الهاي كلاس، وخاص تكون عندك اللغه. اول مره غادي تسمعوا بالدعاره ديال البريستيج، خاصك اللغات باش انك تتواصلي مع دوك الناس اللي غادي تمشي معاهم، حيت شي يكونوا اجانب. من بعد تنشوف البنات كيفاش تيديروا، بحكم انه ما عنديش تجربه كانوا تيعلموني كيفاش نشطاح ونغري الرجال، وشحال الاثمنه وشحال ديال السوايع وامتى نسالي. كان داكشي كله مقاد بالتوقيت. بديت كنخرج وكنصيفط لهم شحال كنتخلص، وكنصيفط لهم الموقع اللي انا فيه، وفاش كنسالي خاصني نعطي لداك السيد نص ديال الخلصه ديالي. بقيت على داك الحال وانا ساكنه معاهم، هما تيوكلوني وتيشربوني حيت عندهم مساعده، وانا كنت نقسم معاهم غير الخلصه ديالي. ديك المره كانت كتخلي ولادها حتى كينعسوا، وسمعوا معايا مزيان، كانت كتخرج وراجلها هو اللي كان كيخرجها، ما كانش خدام كان غير جالس. انا الاولى اللي بداو معاها. من بعد فاش بداو تيشوفوا بلي انا هذا الشيء مدخل فلوس بزاف، بداو كيجيبوا البنات اللي تيخدموا مع مراته وكيعاودوا يرجعوا. بقيت على داك الحال حتى لواحد النهار نض صداع ما بيني وما بينهم، غادي نخرج في حالي، وبديت كنخدم بوحدي. وتما فين غادي نتعرف على واحد مغربيه اللي كانت صديقه ديالي وكانت درويشه معايا. بديت كنخرج انا وياها بحكم انها عندها تجربه نتاع 10 سنين وهي عايشه على داك الحال، وكان بالنسبه لها انه الامر عادي جدا. اما انا صراحه عمرني ما ارتحت وسط هذا العالم، وكان ضميري ديما تيأنبني، وتنقلب على الحل باش انني نخرج من ديك الحياه. ولكن بقيت على ديك الحاله حتى لواحد النهار ديك صاحبتي كانت دايره واحد المشكله، غيشدوها البوليس داوها الحبس. انا سقطت الخبر وتأزمت نفسيا، لانه كانت عزيزه عليا ديك البنت بعيدا على الفساد. فقلت شي نهار بلي انه حتى انا الله يحفظ غادي يوقع ليا نفس الحاجه، او لا نقدر نموت ونمشي نسيدي ربي وانا كلي مسخه، غادي ندخل في واحد الحاله نفسيه اللي هي صعيبه. حتى من الماكله وليت كنطلبها غير اونلاين من لابليكاسيون، والتقضيه كذلك، ما كنتش كنخرج كاع بتاتا. بقيت في الدار وبديت شيامات كنشرب بالليل باش ننسى وما تنخرجش كاع. من بعد قررت باش انا نرجع لدارنا، جمعت حويجاتي ورجعت وقلت غادي نبدا نقلب على خدمه جديده. مشيت للدار وجلست شي ايام، حتى كتعيط لي واحد صاحبتي اللي عايشه في مدينه واحده اخرى، قالت لي شوفي اجي نقلب لك على خدمه. مشيت عندها وبدينا كنقلبوا وما لقيتش، لانه صافي تبت ما تليش باغ الحرام، ودوك الفلوس اللي عندي بداو كيتسالاو ليا. من بعد حتى كيوصلني واحد الميساج من عند واحد الصديقه ديالي ساكنه في دوله واحده اخرى، واللي قالت لي اذا بغيتي تزوجي كنزه راه كاين واحد السيد كيقلب على شي عربيه بالضبط تكون مغربيه، وانا انت اللي بنتي ليا مناسبه. وهاد البنت كنت كنعرفها سنوات لكن عمرني ما لقيتها مباشره، كان كيجمعنا غير التليفون. من بعد قلت لها واخ، ولكن هو الاول خصني نتعرف على هاد السيد. صيفطات لي تصاوري، تخطبنا تما وهضر مع والديا وعطاني صداقي وثق فيا، وجيت للمغرب غادي نتزوجو وجيت معاه لبلادو، وانا حاليا عايشه معاه ومزيانه. ولكن كاينه واحد الحاجه، ضميري عمرو ما ارتاح في التفكير نتاع الماضي ديالي. واخا تبت واخا تبدلت وليت انسانه كتصلي وباغا تبدل من حياتها، ولكن داك الموضوع ديما تيدور ليا في راسي، وتنقول شنو درتي يا كنزه، واش ربي غادي يسمح ليا ولا لا. وهذا الشيء كله اللي عاودت لكم راه غير ما بيني وبين راسلي، حتى شي حد ما عارف عليه شي حاجه. الولد اللي كنت معاه من بعد ما طلقت وقال لي بلي انه تيبغيني وباغي يتزوجني، حبس علاقتي به وعرف بلي انني درت حياه جديده. اما السيد اللي انا مزوجه به اليوم مرتاحه معاه وكيتهلا فيا، والحمد لله ربي من بعد ما شافني تبت قلت جا العوض، وعايشه معاه بخير ومرتاحه ماديا ونفسيا وحتى جسديا وكل شيء. حملت وغادي توفى لي الجنين ديالي في كرشي ودرت ليه اجهاض، وهذا الشيء راجع تنقول ربما لواحد السر اللي ما كنتش قلتو لكم، وخصني دابا نبوح لكم به، واللي هو بين هذه القصه اللي كلها اسرار اصلا، انه فاش كنت في المغرب كنت حملت مع واحد الشخص في الحرام ودرت اجهاض، وتعاودت القصه للمره الثانيه مع داك الشاب اللي كان كيبغيني ودرت اجهاض. ومن بعد فاش تزوجت
وتسبت ومات لي داك الجنين، قلت ربما ربي سيعاقبني حيت قتلت زوج ديال الارواح اللي ما كنتش بغيت لهم داك المصير، لكن دوك الاشخاص كانوا رافضين الزواج مني، فاضطريت باش انني نحيدهم دوك الوليدات. المهم هذه هي كانت قصتي، واللي بغيت منها البنات انهم ياخذوا عبره انه حاجه الحرام عمرها ما كدوم. انا اللي تندوي معكم شديت فلوس صحيحه من الحرام، تنقول لكم صحيحه، ولكن ما بقاتش عندي اليوم، مشات ما عرفتش فين غبرات، خسرتها غير في الخوى الخاوي وغير في الحرام. اللي بغيت نقول للبنات المراهقات المطلقات الشابات ايا كنتي، راه الحرام تيخليك لا انت مع ربي لا انت مع عبدو. عفاك البنات اللي غادي في هذا الطريق، اعطوها اتساع، لا نتوما رابحين دنيا ولا اخره، دنيا فايته عيشوها بالحلال، واخرتنا غادي نقابلو غير مولانا. شدوا الطريق المقوده وربي عمره ما غادي يخليكم، وغادي يعوضكم احسن عوض. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه كنزه يا ساده الكرام. اللي بغيت نقوله راه قالته هي بالمختصر المفيد، كيف قالت الحرام عمره ما تيدوم، فالله يثبت الجميع والله يحفظنا جميعا من الحرام، لانه هذيك الوقيته ديال الضعف ديالنا هي فاش تيجي عندنا الشيطان وكيبغي يستغل اننا ندخلوا لكل ما هو حرام واللي هو سهل. فخليو تعليق جميله الكنزه اللي تبرد لي على الخاطر ديالها، لانه مازال شكه انه واش ربي غيسمح ليها ولا لا، وانا كنقول بانه اي واحد دق باب ربي ربي ما تيخليهش. فدمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. ما تنساوش هذه القناه انكم تشاركوها مع القريب والبعيد ومع الجميع باش كلشي يستافد، وما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب، ما تكلفكم حتى شي مجهود، وسلام سلام.